بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية بنرحب جميع الإخوة الأخوات الطالبات في مساق بزنس ستاتستكس في الفصل الدراسي الثاني، اللي إن شاء الله تعالى فيه هنستخدم هاي الكتاب بزنس ستاتستكس، موجود في المكتبة الآن، هي مكتبة إقرأ. زي ما حكيت المرة فاتت، الكتاب فيه الباوربوينت بالكامل للسيفن شابترز، هما ثلاثة وستة وسبعة وتسعة وتسعة وعشرة وحداش واثناش، هذول السيفن شابترز هناخدهم. زائد حطيت البراكتس لكل شابتر موجود، زائد البريفيوس اكزامز، حطيت أربع امتحانات لنفس الكورس لنفس الكتاب. طبعا في امتحانات تانية حطها على الصفحة إن شاء الله. برضو حاطط لك بي دي اف والباوربوينت كاملة، احط لك اياها باوربوينت فايل زائد بي دي اف، لو حبيت تقرا منها على الجوال على اللابتوب في اي مكان. يكون عندك شغلتين، هارد كابي زي هيك كويس، والسوفت كابي تكون موجوده معك. يعني طبعا السوفت كابي انا عايزها في المحاضره هنا، بحيث انه وانا بشرح احيانا بتكتب شويه ملاحظات، يعني بتعمل نوتس الك زياده، لانه غالبا النوتس اللي في الباوربوينت مش كامله، يعني بتحط شويه شغلات عليها. اليوم إن شاء الله حبدأ مباشرة في شابتر واحد، الشابتر الأول عندنا هو شابتر رقم ثلاثة. إذن الكورس تبعنا اسمه Basic Statistics، أول شابتر بنسميه Numerical Descriptive Measures، اللي هي مقاييس الوصفية الرقمية. بتعرف إحنا الداتا in general has two types، إما Numeric بنسميها numerical data، أو بنسميها الثانية categorical data. إذا بنسميها numerical data أو أحيانا بنسميها quantitative، وبنسميها qualitative. فالdata has two types in general. واحدة بنسميها one is called numerical data or quantitative data، والثانية بنسميها qualitative or categorical data. For example, when we are talking about age, age is the numeric. Suppose your age is 18 years. 18 is the numerical value. Suppose we are talking about weight. For example, the average weight of this class is, for example, 70 kilograms. It's a numerical value. When we are talking about categorical data or qualitative data, for example, gender, either males or females, this one is called qualitative. Qualitative means نوعي. Quantitative يعني رقمي. This chapter focus on numerical descriptive measures، بنركز على المقاييس الوصفية الرقمية. So we are talking about something like scores. Now suppose your score is 90. 90 is a numerical value. Now how can we summarize the data if we have numerical values? In this chapter we have four objectives. The first one, describe the probabilities of central tendency. لاحظ الآن في عندي أول تعريف central tendency. إيش معنى central؟ مركز، تندنسي نزعة، بالضبط هذا نسميها النزعة المركزية. شوف أنا حاول المصطلحات أحكيها عربي إنجليزي. ففي عندي describe the probabilities of central tendency، معناها بدي أشرح أو أوصف خصائص النزعة المركزية. variation، إيش يعني variation؟ variation معناه اختلاف او تشتت او تباين.
and shape in numerical data. Shape. شكل. So in this section we'll talk about three main issues for numerical descriptive measures. The first one, central tendency, نزعة مركزية. The second is called variation, اختلاف أو تشتت. The last one, the shape of the data. The second objective, construct and interpret a box plot. Construct معناها بناء أو إنشاء أو إنشاء أو رسم سميها. Interpret تفسير كويس. إذا بتفسير باكس بلاط حاجة اسمها باكس بلاط هناخدها بالتفصيل بعدين. إذا بنعمل بناء والتعليق أو تفسير الباكس بلاط. Number three, compute descriptive summary measures for a population. In general, we have population. Suppose we are talking about IUG students. أتكلم على all IUG students. كل طلبة الجامعة الإسلامية. ما بحكي كل ما أتكلم على population. إيش معنى population؟ مجتمع. المجتمع ككل. لو أخذت منه سامبل صغيرة هيك. نفترض سامبل هيك. طبعا السايز تبع البوبوليشن ممكن يكون مثلا 16000 16000. السامبل ايش حتكون؟ جزء ممكن ياخذ 100 منهم عينه. نمبر 3 توكس اباوت هاو كان وي كومبيوت ديسكريبتيف ميجرز فور ا بوبوليشن فور ذا انتاير داتا فور ذا انتاير داتا وي هاف. لاست اوبجكتيف كالكوليت the covariance and the coefficient of correlation. Variance معناها ايش؟ تباين. وكو كو اي حاجه كو معناها مشترك. اذا بنحسب التباين المشترك ام سميها التغير هذا في اخر الشابتر ان شاء الله. اذا كالكوليت ذا كوفيريانس تغير and the coefficient of correlation اللي هو ايش؟ معامل الارتباط. هدول four objectives. لحظة في عندي شوية مصطلحات جديدة. أنا بنصحك خلي عندك دفتر لحاله هيك للمصطلحات هدول زي center tendency, variation, shape, interpret, covariance, correlation. هدول مصطلحات أنا استخدمها بكثرة بالتالي كويس يكون عندك تلخيص لهم. الآن حتكلم على summary definitions بعض التعريفات وحنبدأ بأول واحد central tendency. مرة تانية central tendency معناها نزعة مركزية. الآن لو سألت كل واحدة فيكم عمرها ممكن واحدة 17 واحدة 18 واحدة 20 وهكذا. لو عايز أخذ السنتر تبعكم هذا السنتر معناه القيم تيجي حوالين بعضهم متوسطاتهم. فالcenter tendency is the extent to which the values إلى أي مدى إنه في عندي قيم of a numerical variable group around a typical or central value. يعني القيم تتمركز وين؟ اللي هي المتوسط. هي واحدة منها المتوسط هناخدها بعد شوية. إذا central معناها القيم تتجمع أو تتمركز حوالين قيمة في النص بنسميها center value. The variation is the amount of dispersion انتشار أو تشتت مقدار التشتت or scattering away
السكترين قوية تنتشر بشكل بعيد عن سنترال فاليو. يعني الفاريشن بيقيس كمية التشتت، يعني هل التشتت صغير كبير أو متوسط. That the values of a numerical variable show. إذا الفاريشن بيقيس مقدار التشتت للقيم على متوسط الحساب. طب الشيب الشكل is the pattern of the distribution. pattern معناه ايش؟ نمط. نمط التوزيع of values from the lowest value to the largest value. يعني شكل التوزيع من اصغر قيمه لاكبر قيمه بنسميه the shape. اذا في عندي central ال values are centered around typical value or sometimes called central value. this is called central tendency. variation the amount of dispersion مقدار التشتت from the center قديش تشتت على المتوسط الحسابي. الثالث the shape is the pattern of the distribution from smallest to largest. ايش معنى smallest؟ اصغر largest اكبر قيمه. هذول الثري definitions حناخذ كل واحد بالتفصيل. the first one talks about measures of central tendency. ناخذ مقاييس لهم. أول مقياس is called the mean. كلنا بنعرف المين. المين عبارة عن إيش؟ متوسط الحسابي. is called the arithmetic mean. أو للسهولة بنحكي often just called the mean. بس بحكي عنه the mean. is the most common measure of central tendency. إيش يعني most common central of central tendency؟ أشهر مقياس أو المقياس الأكثر شيوعا أو المقياس الأكثر استخداما. إذا أكثر مقياس حنستخدمه the mean. the mean is the most common measure of central tendency. Now the question is how can we calculate the mean? Now suppose we have a sample of size n. We take random sample or sample of size n. It means we have n students, for example, or n observations, or n objects. The sample mean is denoted by this new letter symbol. It's called x bar, pronounced x bar. هذا بلفظه هيك x bar. إذا ممكن أسميه y bar، لكن غالبا نستخدم x bar. إذا x bar stands for the mean or the arithmetic mean. x bar equals we have a new symbol here. This is called summation. summation يعني مجموع. summation of x i y goes from 1 to n over n. Now, this i, it means the ith value, القيمة رقم i. يعني إيش القيمة رقم i؟ For example, suppose we have this value 16, 20, 26, 30, 40, 50, and so on. Now, the first value 16, we use x1 for 16. إذا x1 معناها إيش؟ The first value, أول قيمة. First value. الثانية ايش بعطيها؟ x2 the second. اللي بعدها وهكذا. x6. So x1 it means the first value, x2 the second, the third, and so on. What's the sample size for this sample? 6. 1, 2, 3, up to 6. So we have 6 observations. So the sample size equals 6. So summation of xi, I goes from 1 to 6, it means x1 plus x2 all the way up to xn, divide by n. n, what's n? n is the sample size. So the mean equals summation of xi divided by n. Now, once again, x bar pronounced as x bar. This symbol is called summation.
هذا مسمين المجموع. الاكسات هذول عباره عن الاوبزيرد فاليوز، القيم المشاهده. ايش الاوبزيرد؟ اللي هم 16 هذول اوبزيرد. اوبزيرد يعني الملاحظه، القيم المشاهده او الملاحظه. لما 20 26 30 وكذا بنسميهم الاوبزيرد فاليوز. اذا معنى كده ذا مين از ذا سم اوف ذا داتا ديفايد باي ان، مش هيك؟ المتوسط عباره عن ايش؟ مجموع القيم على عددها. فهي السميشن تبعهم على عددهم. Once again, the most common measure of center tendency is the mean. Definition of the mean, sum values divided by the number of values. مجموعهم على عددهم. Number three, the mean is affected by extreme values or outliers. إيش معنى affected by extreme values؟ بتأثر. Extreme معناها قيم شادة أو متطرفة. قيم شادة أو متطرفة معناها إما large أو small. إذن المين is affected by extreme values. Now let's see how can we compute the mean. Now suppose we have this data set. We have 11, 12, 13, 14, and 15. Now, to get the mean, we just add these values, then divide by n. بجمعهم وبقسم على عددهم. 11, 13 لغاية ما خلص. لو جمعتهم بطلع 65 over 5, so 13. So the mean is 13. Just simple calculation. Add the values, then divide by the total number of observations. So مجموعهم على عددهم. الآن نفترض الطالب اللي جاب 15 شلناه. We replace 15 value and replace it by 20. Now let's calculate the new mean. The new mean is just 11, 12, 13 plus 20 over 5. This gives 14. Now if you see the mean was 13. Now when we replace 15 by 20, the mean changed to 14. It means the mean is affected by this value. Now هذه القيمة 20 بعيدة شوية عن ال 15. تعتبر يعني ممكن تعتبر قيمة اكستريم. تلاحظ المين تغير. صح تغير بمقدار بسيط بس تغير. إذا السبب تغير لأنه المين تعيش تعريفه sum of values divided by n. فلما غير ل 15 ب 20 أكيد المين حيتغير. إذا the mean is affected by extreme values. One more example. Suppose we have this data. 1 up to 9. Now what's the mean for this data? Summation divided by n. If we sum these values, من 1 لغاية 9 مجموعهم 45, 45. عددهم 9. فthe mean is 5. Now suppose we add 100 to these values. ضفت 100. 100 is extreme value. قيمة كبيرة, outlier, قيمة شاذة. لو ضفت 100 عليهم, the new mean ايش حيساوي؟ صار 145. Now the sample size is 10 because we add one value. 14.5. لاحظ the old mean was 5, it becomes now 14.5. It means the mean is affected by this largest value. واضح انه يتاثر بالقيم الكبيره. تلاحظ القيمه كانت 5 صارت 14.5 تقريبا 3 اضعاف. عشان كده بنحكي the mean is affected by extreme value. اذا بتاثر بالقيم الشاذه. هي يعني الان بقدرش اجاوب على هذا السؤال. هنخليه لبعدين لما ناخذ
حاجه اسمها الباكس بلات. لكن مبدئيا ال20 يعني اللي تلاحظي ال 13 ل 14 الفرق مش كبير، عشان كده ال20 ممكن مش اكستريم فاليو. لكن لما حطيت ال100 من 5 ل 14 ونص واضح المسافه كبيره بينهم، لكن ما اقدرش احدد الان. لكن واضح انه في الداتا الاولى ال20 از نوت ذات اكستريم فاليو، مش كثيره بعيده، عشان كده المين كان 13 صار 14، الفرق مش كبير. سؤالك كويس بس الإجابة عليه إن شاء الله خلال اللقاءات الجاية. The next measure is called the median. إيش median؟ وسيط. الميديان معناه الوسيط. تعرف الوسيط the value in the middle، القيمة في النص. بس after we arrange the data from smallest to largest، لما أرتب القيم. يعني بكون عندك شوية قيم بترتبيهم من الصغير للكبير أو العكس. القيمة في الوسط هي عبارة عن الميديان. معنى قيمة في الوسط يعني اللي على اليمين بتساوي اللي على الشمال. يعني عدد القيم اللي على اليسار بتساوي عدد القيم اللي على اليمين. هذا معناه إن an ordered array في مصفوفة مرتبة. The median is the middle number. ميدل نمبر القيمة ايش؟ في المنتصف. معنى قيمة في المنتصف يعني 50% أبض و 50% بلو. لأن وين الوسطى في أصابعك؟ في النص، مظبوط؟ ايش معنى في النص؟ يعني اثنين على الشمال واثنين على اليمين. فالميدان the value in the middle when we arrange the data from smallest to largest أو من largest to smallest. هي بتحكي لو كان عددهم أربعة. حجابك على السؤال بعد السلايد هذه. اللي بنحكي على عش الشغلة الطبيعية، لو كان عندي شوية قيم الميدان القيمة في النص بعد ما رتبهم وعلى يمينهم بيساوي على شمالهم. خلينا نشوفها بعد شوية، ما نستعجلش، جاوب على سؤالك بعد شوية. اطلع على القيم هذول نفس القيم اللي فاتت. 11 12 13 14 15. The median the value in the middle، وهذول واضح انه we arrange the data مرتبين. الفاليو ان ذا ميدل هي الميديان. لاحظ ال 13 هذه ذا فاليو ان ذا ميدل، 13 از ذا فاليو ان ذا ميدل بيكوز ذير ار تو اوبزرفيشنز بيلو 13 اند تو ابوف ات، اثنين اقل واثنين اعلى، بالتالي 13 از ذا ميديان. لاحظي المين كان 30، برضه الميديان 13 اسف. نفس اللي فاتت. طب when we replaced 15 by 20 أكبر قيمة غيرتها ب 20، القيمة اللي في النص ما تأثرش بالإكستريم فاليو، مظبوط؟ هناك كانت 14 تأثر الميديان المين، لكن واضح إن الميديان is not affected by largest value. يعني 15 هذه لو أنا غمضت عليها وحطيت بدلها 200 بالتالي الميديان قديش؟ 13. مع كده الاوتلايرز ملهاش قيمه هنا، يعني ذا ميديان از نوت افكتد باي اكستريم اوتلاير اور اوتلايرز از ذا مين. اذا الميديان از ليس سنسيتيف، اقل حساسيه ذان ذا ميديان تو اكستريم فاليوز. مع كده اوتلاير افكت ذا مين ماتش مور ذان ذا ميديان. الاوتلاير بتاثر على المين اكثر منها على الميديان. اذا الاوتلايرز بتاثر على مين اكثر؟ على المين. المين اللي فات لاحظي كان 13 صار 14. هنا الميديان ما زال ذا سيم فاليو. يعني بعد كده if we replace the largest value by any other value larger than that one then the median stay the same. بتأثرش، ولو تأثر تأثره مش كبير. طلع على الإكزامبل اللي فات، من واحد لغاية تسعة حكينا المين واز 5، ولما ضفنا ال 100 صار المين 14.5. طب طلع على الميديان في الحالة الأولى. أول ميديان ما تأثرش، هي في النص، مظبوط؟ فواضح المين والميديان مالهم زي بعض. إلا لما ضفت المية، لاحظي لما ضفت المية عليهم
بطلت الخمسة الميديان لأنه الخمسة على يسارها four values وعلى يمينها خمسة. هذا كان تسأل زميلتك من شوية. طب والستة؟ برضو الستة مش the median لأنه على يسارها خمسة على يمينها أربعة. إذا الميديان عبارة عن إيش؟ الأفريج للميدل بوينتس، الأفريج لهذول الاثنين. فالأفريج تبعهم خمسة زي ستة على اثنين، خمسة ونص. إذا لما يكون عندي هذول كم واحدة عددهم؟ عشرة، مش هيك؟ لما يكون إيفن يعني إذا عدد زوجي بتاخدي الأفريج للتو ميدل بوينتس 5 بلس 6 على 2. لاحظة الميديان كان 5، لما ضفت عليه 100 صار قديش؟ 5 ونص. تغيرت قيمته من 5 ل 5 ونص. إذا المين كان 5 صار 14 ونص، لكن الميديان كانت 5 صارت 5 ونص. معنى كده مين اللي سنسيتيف، المين ولا الميديان؟ الميديان أقل حساسية، هو تغير من خمسة صح لخمسة ونص، بس التغير تبعه أقل من تغير المين. المين من خمسة لأربعة عشر ونص، واضح إنه المية تعتبر extreme value. إذن in general the median is less sensitive than the mean to extreme values، أقل حساسية. The next slide talks about the location of the median. How can we locate the median? يعني كيف ممكن نعمل المكان تبع الميديان؟ There are two cases. If n is odd, n إيش odd؟ مسح. odd معناه عدد فردي. فردي يعني 3 5 7 9 وهكذا. في الحالة هذه the location of the median when the values are in numerical order, it means from smallest to largest, the median position is n plus 1 over 2. هاي البوزيشن بساوي n plus 1 over 2. For this example, n was 5. So the position of the median equal 5 plus 1 over 2. 3. إذن المكان تبعه رقم 3 بعد ما رتب. لحظة، هذا first position مش هيك؟ هذا أول مكان، وهذا الثاني، وهي الثالث، وهذا الرابع والخامس. The median is in the third position. The third position موقع الثالث اللي هو 13. لحظة، الثلاثة is not the median. Is not the median. هذا عبارة عن الموضع تبعه، البوزيشن اوف ذا ميديان. ايش بيطلع دائما فردي؟ لو كان هذا 6 على 2 فردي، لو 9 9 زائد 1 2 فردي وهكذا. طب المسألة هذه عددهم قديش؟ 9 9 زائد 1 2 5، المكان رقم 5. هنا طلع 5 بالصدفة، مش بالضرورة يطلع 5 هو 5. لاحظ هنا طلع الثالث 13، مش بالضرورة. إذن الميديان بوزيشن n plus 1 over 2. If the number of values is odd، إذا عددهم فردي، the median is the middle number، القيمة في النص. If the number is even، إذا كان زوجي زي هيك، لما ضفنا المية تو، if the number is even، the median is the average of the two middle points or two middle numbers. لاحظ هنا أخذنا الأفريج للتو middle points. The 5, 6 over 2. And keep in mind, n plus 1 over 2 is not the value of the median. Only the position of the median in the ranked order. إذا المكان تبعه n plus 1 over 2. يعني لو كان multiple choice، حكينا البوزيشن تبعه اللوكيشن عبارة عن n plus 1 over 2. هذا كانت n is odd. إذا كان even، بناخذ the middle average لتو middle points.
طبعا التو ميدل بوينتس لو تطلع عليهم هنا suppose we have this data now in even or odd n equals 6 this is even number now the first value x1 x2 x3 4 5 6 now what are the two middle points x3 and 4 لحظه هي حكت البوزيشن 3 وأربعة هدول البوزيشن مش هيك؟ طب القيمة الـ x3 عبارة عن ايش؟ تسعة والثانية over 2 9 plus 12 over 2 21 يعني 10.5 إذا الميديان 10.5 طب x3 هذه عبارة عن ايش؟ بوزيشن الثالث x4 بوزيشن الرابع كيف طلعنا الثلاثة؟ اللي انت ستة مظبوط فإن على اثنين بتاعنا إكس ستة على اثنين الثلاثة واللي بعده اللي بعده اللي هو إكس أربعة اللي هو عبارة عن مين إكس إن على اثنين وزائد واحد فلما بكون عندي إيفن نمبر البوزيشن بكون إن على اثنين واللي بعده إن على اثنين then the next number يعني لو مسألة زي هيك من واحد لغاية مية اللي إن بتساوي عشرة مش هيك الميديان عبارة عن إيش البوزيشن تبعهم إن على اثنين واللي بعده مين إن على اثنين هاي إن على اثنين عشرة على اثنين خمسة واللي بعده السادس الخامسة والسادسة خلاص إذا the mean is the average it means the sum of values divided by n The median is the value in the middle after we arrange the data from smallest to largest or largest to smallest. If n is odd, then the median position is n plus 1 over 2. Otherwise, if n is even, then the median is the average of the two middle points. The two middle points in the location are xn over 2 and the next one, xn over 2 plus 1. One more example. Suppose n is 20, n equal to 20. What are the position of the median? Now n 20, it means there are two positions. اللي هو مين? n على 2 واللي بعده. n على 2 يعني 10 واللي بعده 11. إذا البوزيشنز للميديان 10 و11 باخذ الافرج تبع الفاليوز وبقسم على 2. هو تقسم 10 و11 2 هذول المكان اللوكيشن خلاص طب لو كان n بتساوي 21 n odd المكان اللي n زائد 1 على 2 المكان رقم 11 هذا خلي بالك is the position of the mean هذا position هذا هيك position المكان Now suppose we have this data, 14, 20, 13, 19, 16. What's the median? 13. عددهم خمسة. خمسة زائد واحد اثنين ثلاثة. 13. الكلام هذا مش صح ليش؟ لازم نرتبهم الأول. احنا حكينا هاي التعريف. ذلك تعريف الميديان in an ordered array في الموصوفة المرتبة the median is the middle number زمانة كده لازم ايش اعمل في الاول ارتبهم في الاول هاي 13 الاول اختلف المكان صار المكان الثالث 16 مش 13 لازم في الأول we have to arrange the data from smallest to largest أو largest to smallest لحظة لو رتبتهم بالعكس 20 19 16 برضو the median the value in the middle we have the same value
Any question? Next talks about the third measure of central tendency. So far we talked about two measures, mean and median. The third one is called the mood. Mood يعني منوال. هو فعل ونمط لكن في الأحصى معناه منوال. إذن حكينا على المين، حكينا على الميديان. نمبر 3 مود المنوال. المنوال منوال تعريفه value that occurs most often، يعني القيمة اللي بتتكرر أكثر شيء، القيمة الأكثر تكرار. not affected by extreme values، بتأثرش زي المين والميديان. المين بتأثر، الميديان بتأثر بس أقل تأثير من الميديان، بس هذا not affected by extreme values، بتأثرش. المين والميديان are used only for numerical data، للبيانات الرقمية زي الـ age، الـ weight، الـ score وهكذا. المود is used for either numerical or categorical data، يعني بينفع استخدمه للرقم والوصف زي الجندر حكينا عليه في الأول. إذا الميزة الجديدة للمود إنه not affected by outliers or extreme values and can be used for both numerical and categorical data. There are maybe sometimes there may be no mood، ممكن ما فيش مود، مش دائما مش بالضرورة يكون في مود. أو when وجد it could be unique، يعني واحد. Or sometimes there may be several moods، ممكن يكون عندي أكثر من مود. إذا المود the most frequent or the most occurs value، القيمة الأكثر ظهورا أو أكثر تكرارا أو أكثر حدوثا. لو طلعت على الداتا اللي هنا zero، we don't have zero. One occurs once، three once، five twice، eight three times، 10 once، 12 twice، 13 and 14 once. Now what's the most common value؟ What's the most occur value؟ Or what's the most frequent value؟ 9 occurs three times، so the mood is 9. So in this case there is only one mood، so the mood could be only one. As this example، now here we have one 3, 4, 2, 5, 3, 9, 10, 12, 13 and 14. 9 occurs 3 times, so the mood is 9. So in this case, there is only one mood. The mood is 9. For the other example, we have 0, 1, 2, 3, 5, and 6. In this case, each value occurs once. It means in this case there is no mood. طب لو زودت واحدة هنا، مع كده two moods اللي هو الخمسة والتسعة، 5 و 9. طب لو جيت هنا زودت واحدة للستة، بصير الستة هي المود، مظبوط؟ لأن الستة هي الأكثر تكرار مرتين. طب لو كررت هيك، صار الاثنين والثلاثة والستة هما المود. إذا ممكن يكون there is only one mood، or sometimes the mood does not exist، أو there are several moods، يعني أكثر من مود. إذا المود could be unique، could be more than one، or sometimes there is no mood، ممكن يكون موجود أو غير موجود. Let's look at this example. Suppose we have five houses and the prices are listed 2,500,300, 100 and 100. And let's see how can we compute
mean, median, and the mode. The mean is just add these values, then divide by number of houses. Summation تبعهم على عددهم. واضح مجموعهم 3 million. Divide by 5 equals 600,000. إذا الأفريج تبعهم 600,000. الميديان we have to arrange from smallest to largest or largest to smallest. هاي مرتبات هيك من الكبير للصغير أو العكس من تحت. هذول عددهم 5. Odd n plus 1 over 2 6 على 2 3. The third position 300,000. إذن the median the value of the rank data 300,000. لاحظ اختلفت المين والميديان. المين لأنه أخذ كل الفاليوز فتأثر بمين بالإكستريم بال 200,000 بال 2 مليون وتأثر بال 100,000 اللي تحت. لو تعتبر 100 بعيدة عن ال 2 مليون وال 200 مليون بعيدة عن الكل بالتالي وتأثر بال 2 مليون أكثر. فالميديان طلع 300,000. طيب المود the most frequent value القيمة الأكثر تكرار أكثر واحد متكررة 100,000. لاحظ أن الآن 3 different measures for center tendency mean, median, mode. Now the question is, which measure to choose? إيش المقياس اللي لازم استخدمه؟ هل هو المين ولا الميديان ولا المود؟ إن شاء الله for next time. إذا مرة جاية هتكلم على مين أفضل مقياس في هدول وبعدين بنكمل. خلاص عندنا two slides بس موجودات. بعدين نبدأ في measures of variation. Any question? Allah'a emanet.